ناويه تطلع يا رب ان شاء الله. طب يعني ايه راي ماما هما بقى؟ هما معايا. لا معايا تمام اكيد. طيب لا مامتها مامتها بصراحه يعني هي شايله حمل كبير جدا جدا في المواضيع دي يعني. فعلا. فعلا مع نادين واحمد ولا مع نادين بس؟ معانا كلنا. معايا نقدر اقول لها معانا دي اجابه سياسيه جدا على فكره. اجابه سياسيه جدا. هي تقول هي تقول مدام ايمان البدراوي. اهلا بيك يا مدام ايمان. مدام ايمان البدراوي. أيوة. اهلا بحضرتك. أهلاً منورنا في البيت الكبير ويعني الاسره وكان ناقصاكي بصراحه يعني القعده. بتشاركينا عبر التليفون. قناه الاهلي منوره باستمرار. اهلا بيكي. اهلا بيكي. منورانا منورانا يا فندم. يا فندم لسه اهو بنقول سيره الاحتراف ونادين بتقول انها عايزه تحترف فبقول لها ايه راي ماما في الموضوع دوت. فطبعا الاستاذ محمد بيقول لا ده يا شايله همنا كلنا بما فيهم انا يعني. لا هو طبعا يعني انا مش هقف دايما ابدا في طريق مستقبلها لو هو ده يعني. انا دايما حابه ان هي تكمل وتكبر في المكان اللي هي فيه والطريق اللي هي اختارته يعني. بس ده يعني ده بجنب حياتها اي ام بتتمناها لبنتها يعني الاستقرار برضو انها تنجح في عملها يعني. وهي الحمد لله قادره تعمل التوازن ده في الدراسه واللعب والحمد لله كانت عامله شغل كويس فان شاء الله تكمل على كده يعني. هي اللي بتحافظ على التوازن ده مدام ايمان ولا انت اللي حريصه ان انت لا ما تخليهاش يعني تلتفت لاي حاجه غير ان هي تدرس وتحترف او تلعب اللعبه يعني؟ انت حضرتك اكيد عليك الدور الاكبر ده. اكيد طبعا هو لازم مهم ليهم ودايما مش هي بس كلهم الحقيقه أكيد. يعني كان لازم قوي الاثنين يمشوا مع بعض. الناس دايما بتفتكر ان الرياضه بتاثر على الدراسه. لا الحمد لله بالعكس دايما العقل السليم في الجسم السليم. ودي يعني رساله بوصلها لكل الاهالي ما تخافوش انكم تلعبوا اولادكم رياضه. بالعكس بتحميهم من حاجات كتير جدا بتبعدهم عن حاجات كتير جدا. صحيح. بتشغل وقتهم ووقت فراغهم بتخليهم مركزين في اللي هم عايزين يحققوه. فالحمد لله يعني الحمد لله ان هم قادرين الثلاثه الحمد لله ينجحوا في المجموعه في الموضوع ده يعني الحمد لله. وحضرتك برضو كنت لعيبه يعني ما شاء الله هايله في النادي الاهلي. الحمد لله. مين احرف بقى؟ انا عارفه انك هتقولي نديم بس يعني لا مش هقبل انا بالاجابه. هي عايزه تعرف من حضرتك يعني على المستوى الفني حضرتك كنت افضل ولا انت شايفه نديم ممكن تكون على المستوى الفني افضل؟ لا طبعا انا اتمنى. لا هي اكيد افضل. اتمنى طبعاً. يبقى انت شايفه ان انت افضل. لا صح. ماما كده ما اقدرش اتكلم. طبعا هي افضل. لا طبعا. وفرصتهم احسن مننا يعني. احنا لما جات لي برضو فرصه الاحتراف دي وانا تحت برضو 16 سنه في النادي الاهلي اللي انا اطلع امريكا طبعا الاهلي رفضوا يعني وانا كنت زعلانه جدا يعني فعلا. طبعا كنت عشان كده في وقتنا احنا الموضوع كان اصعب في الوقت ده مظبوط يعني. حتى يعني نادين كانت حتى اللي احنا نلعب رياضه بس كان صحيح صعب. صح. مش بس نسافر. فالحمد لله ان هي جت يعني الموضوع. عشان كده انا كنت مشجعاها جدا يعني. لا روحي وخدي التجربه وانا واثقه فيها وكلنا واثقين فيها وهي قد المسؤوليه الحمد لله. كمل مسيرتك. بتكمل مسيرتها. وده خلي بالك يعني العائله الرياضيه دايما وتفاهم. وحضرتك كنت لعيبه كبيره في النادي الاهلي فعندك بيوصل لك نفس الاحساس اللي كان واصل لك وانت حضرتك بتلعبي يعني الاحساس ده وصل. انا ما حبيتش ابدا احرمها من ان هي تخوض التجربه دي لان اكسبيرينس كويسه قوي يعني. يعني الواحد اعتذر بدري بسبب برضه الارتباط بدري والجواز والولاد وكده بس يعني. فهم الحقيقه الواحد بيكمل الموضوع ده معاهم. لا يعني كملوا طول ما انتوا قادرين تكملوا يعني. انا كملت لعب لغايه ما كان احمد جه يعني بعد احمد كمان يعني. يعني كريم وبعدين يعني احمد. لا انا كان كريم وبلعب كمان يعني. ما شاء الله. واو يعني قصدي كريم الولد الاولاني وبعد كده. أيوة. احمد فضلتي حضرتك يعني مستمر. ما بطلتش غير بعد ما احمد جه يعني. بقى الموضوع صعب بقى في طفلين انك بروح تمارين واسافر واروح واجي. كان الموضوع بقى صعب. فهم لا يعني لازم يكملوا يعني ان شاء الله طول ما هم قادرين. الرياضه ملهاش سن بصراحه. صح.
ده صحيح ده صحيح. وخاصة عندنا في الباسكت اسماعيل احمد، دايما بقول لاحمد كده بص 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 ما شاء الله عليه واصل لغايه قد ايه، عشان محافظ على مستواه ولياقته والتزام وكل حاجه. 44 سنه صح؟ ما شاء الله ما شاء الله ربنا، ما شاء الله يعني ما شاء الله احسن لاعب كمان ما شاء الله، ربنا يزيده يعني ويوفقهم كلهم يعني ويديهم الصحه اهم حاجه يعني، ويبادل الاصابات يا رب. دي حقيقة. ويمكن طبعا يعني حضرتك كمان تتكلمي على نوع يعني انك تكمل مشوارك، واحنا وهاخد رايك راي حضرتك في النقطة دي. احنا كلاعبي كرة بالنسبة لنا فترات تواجدنا في ملاعب كرة القدم دي من افضل فترات حياتنا. هل الكلام ده ينطبق برضو على لاعبات كرة السلة او لاعيبة كرة السلة؟ اكيد احنا لغايه دلوقتي بنستمر وبنتقابل، وبيبقى في تجمعات لينا ان احنا نروح نلعب زي فان داي كده كلنا مع بعض، بنعمل بطولات يعني. عندنا كابتن حابب الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، اللي هي اخت طارق الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، على طول بتعمل لنا لقاءات كده، بنروح كلنا نتجمع من القاهره واسكندريه ونسافر ونلعب. طب حلو يعني. حلو يعني لسه مرتبطين بملعب كره السله طبعا. اكيد بالزبط اكيد بالزبط. اكيد احنا ومع اولادنا وبنروح، بتبقى الموضوع لطيف جدا يعني. بنتمنى للعيله دي كل التوفيق. مدام ايمان شكرا جزيلا ليكي، شرفتينا.